مصر تستفيد من علمائها في الخارج. أنا سعيد جدا إن معالي الوزيرة نبيلة مكرم فكرت في هذا الموضوع بعد ما زارت بعض الإخوة المصريين في الخارج، وقررت إنها نقدر نعمل مؤتمر متميز يجي مجموعة من الأساتذة والعلماء والمهندسين المصريين في الخارج يتعاونوا مع علماء مخرجين في داخل مصر عشان يطلعوا بنتيجة واحدة، عشان يثبتوا لنفسهم وللناس ان مصر تستطيع. وانا كان عجبت الكلمة اولي منها ان احنا نعمل ده عشان نثبت ان مصر تستطيع. ايه البرامج اللي حضرتك مجهزة للمؤتمر ده؟ انا مش مجهز برامج، انا جاي عشان اساعد المخبدي انها تركب مع بعضها، لان انا شخصيا عايز اشوف في مصر استخدام كويس خالص للطاقة المتجددة. فأنا في مشاريع كتير قوي للطاقة المتجددة وأنا عايز أمشي فيها، عايز أدعمها. في علماء بالفعل جابوا أبحاث يا فندم وتواصلوا مع حضرتك خلال الفترة اللي فاتت بأبحاثهم؟ بس طبعًا طبعًا دايمًا عارفين بيعملوا إيه، ومعالي الوزيرة نبيلة مكرم هي كانت حلقة الوصل بينه وبينهم. طب سيادة الوزيرة حركة الوصل وربطت بينكم وبين بعض، طب إزاي تربط؟ هل في ربط بينكم وبين الحكومة إن الحاجات دي تتنفذ على أرض الواقع؟ ما تبقاش دراسة على ورق. احنا مش عايزين نتصل بالحكومة مباشرة، عايزين نشتغل مع بعض الاول عشان نثبت حاجة كويسة خالص، عشان الحكومة تقول تعالوا والنبي ساعدوني. انا مش عايز اقول للحكومة خد اعمل كده، لما نقول له خد اعمل كده يقول لك يا اخي بلا انتوا لسه جايين من بره ما انتوش عارفين الوضع اللي احنا فيه وكذا، انما لما نعملها تبقى كويسة هو اللي هيقول تعالوا والنبي وروني عملتوا ايه. طلباتكم منهم ايه خلال الفترة دي؟ عايزين الحكومة تقول لنا تعالوا والنبي انتوا عملتوا ايه؟ تعالوا ساعدونا. طلباتكم منهم ايه يا فندم؟ احنا مش عايزين نطلب منهم حاجة غلط، احنا بنقول يا دولة احنا شباب مصريين من الداخل ومن الخارج بنشتغل مع بعض وهننتج حاجة لمصر، لأن احنا عايزين نثبت إن مصر تستطيع. ايه رأي حضرتك إن المقولة اللي بتقول إن العلم هو المستقبل لمصر؟ انا شايف ان العلم مستقبل ولا العلم والمعرفه والانتاج والهندسه وكل الحاجات دي مستقبل كل الانسانيه مش بس مصر، يعني هي العالم كله اثبتوا ذلك.